إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مُضلَّ له، ومن يُضلِل فلا هاديَ له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتَّقوا الله حقَّ تقاته، ولا تموتنَّ إلا وأنتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فموضوع اليوم الحديث عن ايواء والرفق والاحسان بالمهجرين اللاجئين وهو من اي الموضوع من وزاره الاوقاف للاهتمام بالموضوع الذي سمعتم، الحمد لله رب العالمين، قيوم السماوات والأرض، <applause> رافعُ ال... واسع الفضل والعطاء، واسع الفضل والعطاء، نحمده سبحانه وتعالى حمدًا يليق بجلاله، وعظيم سلطانه، ونشكرُه جل وعلا على نعمه وإحسانه ونشهد انه الله الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يرد ولم يولد ونشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المصطفى الكريم بعثه الله رحمه للعالمين وحجه على الخلق اجمعين صلى الله عليه وعلى اله وصحابته الاخيار وعلى التابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فيا ايها الاخوه المسلمون يقول الله تبارك وتعالى يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير ان التذكير باصل الانسان الوارد في هذا النداء الرباني العام يعتبر من الحقائق الكبرى التي جاء بها كتاب الله تعالى واعلنها الاسلام صراحه منذ اكثر من اربعه عشر قرنا من الزمان فالناس مهما اختلفت اجناسهم والوانهم وتنوعت لغاتهم والسنتهم هم جميعا من اصل واحد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبه حجه الوداع ايها الناس ان ربكم واحد وان اباكم واحد كلكم من ادم وادم من تراب وحق المساواه بين الناس من اهم الاسس التي قامت عليها شريعه الاسلام الا تفاضل بين الناس بسبب الجنس او اللون او القوه او الغنى وانما بالتقوى وقد اكد القران الكريم على هذه المساواه في مواضع كثيره منها قوله تعالى يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وقال عليه الصلاه والسلام ليس منا من دعا الى عصبيه وليس منا من قاتل على عصبية وليس منا من مات على عصبية أخرجه أبو داود وقال صلى الله عليه وسلم لأبي ذر لما عير رجلا بأمه الأعجمية إنك أمرؤ فيك جاهلية أي لما قال عير بأمه قال النبي عليه الصلاة والسلام إنك أمرؤ فيك جاهلية أي باقى فيك واحد الخصلة ديال الجاهلية وكل واحد يرجع نفسه حينما يقف مثل هذا الموقف أنه فيه نزعة من نزعات الجاهلية والبح... والحديث البخاري ومسلم بهذه النصوص وغيرها كثير وضعت الشريعة الإسلامية القواعد الأساسية لحق الهجرة وأحياناً لا تكون الهجرة وإنما يكون التهجير أي يهاجر من يهاجر بزمنه يلجأ الى الهجره ولهذا يسمى المهجر اي هجر بزز بل ان القران الكريم يقرر صراحه ان من ياوي من هاجر اليه من ياوي من هاجر اليه اي التجا اليه هو المؤمن حقا يقول تعالى ان الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله والذين اووا ونصروا اولئك بعضهم اولياء بعض ويقول ايضا والذين امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين اووا آه ونصروا اولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفره ورزق كريم. فالهجره تعادل في مصطلحات القانون الدولي المعاصر اللجوء الاقليمي. بمعنى يلجا الانسان من اقليم الى اقليم، من مكان الى مكان، من قريه الى قريه، من قبيله الى قبيله، من دوله الى دوله. يعني يهجر هكا يعني إن لم يؤمر بالهجرة يتخذ ضده ما ينبغي أو ما يجعله يهاجر قهرا عليه لا حول ولا بالله. قلت أي الانتقال من دار يخشى فيها الإنسان على نفسه وأهله وماله إلى دار يستظل فيها بالأمن والحماية وإن حدث الهجرة النبوية يذكرنا بالمعنى الإنساني والحضاري في تعامل الأنصار مع المهاجرين قصة المهاجرين مع الأنصار مذكورة في القرآن ويوضح المرتكز الذي بنى عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم دولة الإسلام في المدينة المنورة وهم أهل المدينة هم المهاجر إليهم وأهل مكة هم المهاجرون المهاجرين والانصار في المدينة المنورة بعدما استحال عليه تحقيق هذا الهدف العظيم في موطنه مكة المكرمة أي أقام الحياة على الإسلام أي دولة الإسلام في المدينة بعد أن استحال عليه إقامتها في مكة وأنتم تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام إن شئت قلته الجيرة من مكة لما حيك ضده من مؤامرات. اضطر إلى الهجرة ولكن بأمر الله وحفظه الله حتى بلغ المدينة بهذا أسقط الإسلام كل, الوفاء كل الفوارق العنصرية وجميع أشكال وصور العصبية فالإنسان مخلوق كرمه الله وفضله على كثير من خلقه واستخلفه في الأرض لعمارتها وإصلاحها وهذا التكريم لم يفرق الله فيه بين لون ولون ولا بين جنس وجنس فقال تعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا هذه المبادئ الدينية السامية والقيم الإنسانية الرفيعة يجب استحضارها معشر المؤمنين عند الحديث عن ظاهرة الهجرة وتدفق المهاجرين والوافدين ممن اضطروا ممن اضطروا لأسباب إلى مغادرة الأهل والأوطان بحثا عن موطن آمن, ومستقر يكفل لهم الكرامة وقد أصبح المغرب كما يعلم الجميع قبلة لأعداد كثير كبيرة من المهاجرين واللاجئين <applause> لما يتمتع به من سلم واستقرار وطمأنينة وآمان ولما جول عليه أهله أي أهل المغرب من حب بذل الخير واحتضان كل ذي كرب وبأساء عباد الله ان السياسه الحكيمه لمولانا امير المؤمنين صاحب الجلاله الملك محمد السادس حفظه الله في هذا المضمار جعلت المهاجرين يشعرون انهم بين ظهراني اخوان لهم قال عليه الصلاه والسلام احب الناس الى الله انفعهم للناس واحب الاعمال الى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم تكشف عنه كربه او تقضي عنه دينا او تطرد عنه جوعا وقد فهم الامام الحسن البصري رحمه الله تعالى هذه المعاني العظيمه فجعل امنيته الكبرى وغايته من هذه الدنيا ان يقضي حاجات الناس واعتبر ذلك احب اليه من عباده سنه فقال رحمه الله لان اقضي حاجه لاخي احب الي من عباده سنه وهكذا كان داب سلف صالح من هذه الامه اذا وجدوا فرصه لنفع الخلق واغاثه الملهوف فرحوا بذلك وعدوه من افضل الاعمال واحسن الاحوال واسعد الايام لعلمهم ويقينهم بما عند الله من اجر وثواب فاقتدوا رحمكم الله بالصالحين في فعل المعروف وبذل الخير ونفع الناس اجمعين واعلموا ان صنائع المعروف تقي مصارع السوء ونوائب الدهر وتاملوا قول الله تعالى وما تُقدِّموا لأنفسكم من خيرٍ تجِدوه عند الله هو خيرًا وأعظمَ أجرًا، واستغفِروا الله، إن الله غفورٌ رحيم، نفعَني الله وإياكم بكتابِه المُبين، وبحديثِ سيِّدِ الأولين والآخرين، وأجرَني وإياكم من عذابِه المُهين، آمين، والحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، والعاقِبةُ للمُتَّقين، ولا عُدوانَ إلا على الظالمين اشهد ان لا اله الا الله رب الخلق اجمعين واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله سيد الاولين والاخرين وامام المتقين المصلحين صلى الله عليه وعلى اله الطيبين الطاهرين ورضي الله عن صحابته اجمعين وعن التابعين لهم وتابعيهم باحسان الى يوم الدين اما بعد <applause> فيا ايها الاخوه المؤمنون يقول الله تعالى والذين تبوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويوثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون" هذه الآية في الأنصار، هذه الآية الكريمة نزلت مادحة للأنصار ومبينة فضلهم وشرفهم وكرمهم وعدم حسدهم وإيثارهم مع الحاجة عند استقبالهم للمهاجرين وقد وضعَت هذه الآيةُ الكريمةُ القواعدَ الكبرى لحسن التعامل مع المهاجرين واللاجئين منها: أولًا: انشراحُ الصدرِ باستقبال هؤلاء، تتكلم عن الأنصار، وقد انتقلوا من قُطرٍ لآخر لا لظروفٍ عصيبةٍ ألمَّت بهم. ثانيًا: حُسنُ معاملتهم، وخفضُ الجناحِ لهم، كما أوضحَ ذلك قوله تعالى: (يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ) ثالثا الاحسان اليهم اي الى المُهاجرين اليهم او المهاجرين الاحسان اليهم وايثارهم على النفس مصداقا لقوله عز وجل ويوثرون على ام يفضلون يعني ويوثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه اي حاجه اي ولو كان اصحاب البلد المهاجر اليه في امس الحاجه يسبقوا من هاجر اليهم على انفسهم وهذه ليست في الأنصار خاصة كل من اتصف بهذه الصفة معشر الصالحين على العاقل الفطن أن يُسعِد نفسه ويُسعِد الآخرين بالإكثار من فعل الخير وأنواع البر للضعفاء والمحتاجين واللاجئين الذين قصدوا هذا البلد المضياف قال النبي صلى الله عليه وسلم من سرَّه أن يُنجيَه الله من كُرَب يوم, يوم القيامة فلينفِّس عن مُعسِر اشتد به الحال عن معسر أو يضع عنه يعني يخلص عليه الدين أو المهم ييسر له الأمر فتاجروا مع الله عز وجل بتجارة لن تبور تفوزوا بخيري الدنيا والآخرة ولتستحضروا النية الخالصة من أجل الحصول على مرتبة البر التي قال الله في شأنها لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم هذا ولنجعل مِسكَ الخِتام أفضل الصلاة، وأزكى السلام على ملاذ الورى، وشفيع الأنام، اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمدٍ، وعلى آل سيدنا محمدٍ، كما صلِّيتَ وبارَكتَ على سيدنا إبراهيم، وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميدٌ مجيد، وارضَ اللهم عن الخلفاء الراشِدين أبي بكرٍ، وعُمر، وعُثمان، وعليٍّ وعن بقية الصح الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وانصر اللهم من قلدته أمر عبادك عبدك الخاضع لجلالك مولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به راية الإسلام والمسلمين اللهم سدد خطاه وحقق مسعاه ووفقه لما تحبه وترضاه وأبقه وبلده موئلا لكل من ضاقت به الأرض وقهرته الظروف واحفظه اللهم في ولي عهده صاحب السمو الملك الامير الجليل مولاي الحسن وشد عضد جلالته بشقيقه صاحب السمو الملك الامير السعيد مولاي راشد وسائر افراد اسرته الملكيه الشريفه اللهم تغمد برحمتك الواسع الملكين الجليلين مولانا محمد الخامس ومولانا الحسن الثاني اللهم طيب ثراهما واكرم مثواهما وبوئهما مقعد صدق عندك كما نسالك اللهم ان تشمل برحمتك جميع اموات المسلمين والمسلمات يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اجعلنا من الدالين على الخير المسارعين إلى الخيرات والمبرات من غير من ولا أذى ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين